بدء تنسيق الجامعات الأهلية 2022 بحد أدنى 82% للطب و68% للهندسة. بدأت قبل قليل أعمال التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الجاري بحد أدنى 82% للطب البشري و80% لطب الأسنان و78% للعلاج الطبيعي 74% للصيدلة و7% للطب البيطري 68% للهندسة و62% لعلوم الحاسب. تنسيق الجامعات الأهلية 2022 يستمر حتى 30 أغسطس. وقرر مجلس الجامعات الأهلية الحدود الدنيا لباقي التخصصات خلال تنسيق الجامعات الأهلية 2022 بحد أدنى 55% والتي تشمل العلوم الأساسية، التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية، اللغات والترجمة، الاقتصاد والإدارة، التربية، الإعلام، الفنون التطبيقية، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، الحقوق والقانون، التمريض، الآثار، علوم سينمائية، إذ تستمر أعمال التنسيق حتى يوم 30 أغسطس الجاري. تنسيق الجامعات الأهلية 2022 إجراءات مشددة ضد كورونا. وأوضح مجلس الجامعات الأهلية أن هناك إجراءات مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا. خلال أعمال تنسيق الجامعات الأهلية 2022 حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على التنسيق، إذ بدأت أعمال التنسيق من اليوم وتنتهى يوم 30 أغسطس الحالة، منوها إلى أن أعمال التنسيق تسير بصورة منتظمة وطبيعية دون حدوث أي معوقة. اثنا عشر جامعة أهلية في كل المحافظات. وكان الدكتور محمد حلمي الغر الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية قد أكد في تصريحات سابقة لام الوطني أن المنحة التي خصصتها الجامعات الأهلية للطلاب خريجي الثانوية العامة تخص التفوق الأكاديمي أو الرياضي أو الفنية، ولكن يجب أن تكون لتلك المنح جهات تمويل كتمويلها من البنوك أو رجال الأعمال. وأشار الغر إلى أن هناك 12 جامعة أهلية متوفرة في كل المحافظات، كالجامعة الأهلية في بنها تتواجد في أطراف مدينة العبور بخلاف جامعة أخرى للقاهرة، ومنطقة 6 أكتوبر لا توجد بها جامعة أهلية، وفي محافظات القناة فهناك جامعة الإسماعيلية وشرق بورسعيد الأهليتين، وفي الدلتا هناك 3 جامعات أهلية أيضا بخلاف جامعة جنوب الوادي.